كان فارس الغنائي العربي عاصي الحلاني الوحيد يلي استعان بأولاده ببعض كليباته المصورة، فابن النجم عمرو دياب عبد الله أطل معه بكليب وياه. وبنات النجم نانسي عجرم ظهروا معه بكليب يا بنات. كما شارك عمر الابن الأكبر للمطرب محمد نور والده الغنائي بآخر حفلاته الغنائية. لكن عاصي كان أول مين بيقدم بنته كفنانة من بيناتهم، وأطل هو وماريتا الصيف الماضي بمهرجانات بعلبة. كما أحيا مع الحلقة النهائية من برنامج رقص النجوم Dancing with the Stars. فهل رح تشهد الساحة الفنية بالأيام اللي جاية انطلاقة ابن أحد النجوم الباقيين؟ قلبي يشتاق لك، عينك تسهر لك، روحك تنبض.